أما في البصرة فتظاهر العشرات بالقرب من مطعم تشيلي هاوس مطالبين بمقاطعته على الفور. انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل لشخص قيل إنه صاحب المطعم المستهدف، وهناك من يقول إنه رد من مواطن عراقي. الشخص الذي ظهر في الفيديو قال للمتظاهرين إن الشباب العراقي مات جوعا وأنتم تدعون محاربة المصالح الأمريكية، بينما سياراتكم أمريكية، هواتفكم أمريكية، تسعون أيضا لتخريب مطعم تعتاش منه أكثر من 100 عائلة عراقية. إلى رب الله وطرقعة الله اللي طاحت علينا في معاطي البصرة، اللي أمس إجا واحتجوا وأسبي لبعض الشيوخ العشائر اللي هم يصدقون بأي شخص يجي على مود تنضرب مصالحه، وريدي على أساس يحاربون المصالح الإيراني الإسرائيلي أو الأمريكي. مطعم تشيلي هاوس في محافظة البصرة شارع السعدي، أنت مش وقت تطلبون كلاواتكم، بس ريد أفتهم كيف دمرتوا الشباب العراقي؟ دمرتونه. أنت ما تريد تحارب إسرائيل، أنت بنفسك هذيك السفارة الأمريكية ببغداد وطلع المحتل، هذاك الجنود الامريكان موجودين بالخضراء يمك بصفه قاعدين، ربع الله طرقعت الله ومدري والله انت عنده ربع شنو، بس قلوا لي فهمونا انتم جدوا من عندنا، خلوا البصره هذه خلوها شبابها قتلها الجوع، ما محصلين ولا لقمه اكل يحصلونها، انتم اذا هيك انتم تجاهدون جاهد بنفسك، راكب لك سياره تاهو وحاطك ايفون امريكي وانفورك امريكي، وجاي ربع الله في شؤون العالم اللي هذا المطعم اكثر من 100 عائله بصريه عايشه، أكثر من 100 عائلة بصرية عايشة، اشتردوا من عندنا انتم؟ احنا البصرة تعبنا عليها وطينا بيها دماء وشهداء وظاهرنا وجبنا حقوقنا، انت جايني ابو حلق العوج جاي تعزون المطاعم والله بحجة تحاربون شو اسمه، شنو انتم يعني؟ بس قولوا لي شنو تردون من عندنا؟ خلونا ناس نريد نعيش، قتلنا الفقر، قتلنا الجوع، روح ليش اسرائيل، اعبر لها روح هناك، روح قاتل يمها، مو جايين اللي هنا مطعم اللي معيش عوائل بصرية وسديتوه، والله تبدون تحاربون إسرائيل، حاربون أنفسكم، وأنا عتبي على الشيوخ اللي ظاهرة وعمسيناه، أنتم شنو ماكم، ما عندكم عقل، تصدقون بأي واحد، انضربت مصالحهم وجوا شوية ها مطعم عودك يبرزون عضلاتهم على المطعم، ذاك الأمريكي روح طلعه.